بما يخص الدورة الرابعة والعشرون للفقيدة باباهون هنا بوهران، يعني في بداية رانا في بداية المشوار. اليوم كان يوم افتتاح هذه الدورة. أولا نرحب بالضيوف اللي جاونا يعني من قطر، وكذلك الإخوان من الأشقاء من مصر وتونس. يعني احنا لحد الآن يعني الدورة تعتبر ناجحة، يعني ظروف إقامة جد وطيبة. بدر الدين غربي مدير الشباب والرياضة لولاية وهران. الهدف منها هي تطوير الرياضة بصفة عامة وتطوير الرياضة النسوية بصفة خاصة، خاصة وأننا مقبلين على ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021 بحول الله إن شاء الله اللي راح تكون هنا في مدينة وهران. إذن رايحين بهذه الدورات رايحين نعودوا الشعب ونعود الشباب على هذا مثل هذه التظاهرات الرياضية. لطفي المكني رئيس وفد الفريق الوسطيات القومي تاع تونس، وأنا بدوري في تونس رئيس رابطة وطنية لكرة اليد النسائية. حبيت قبل كل شيء نشكر الجزائر على الاستدعاء هذايا للدورة هذه. حقيقة دورة كان استقبال طيب من مطار وهران، من حتى المطار الجي حتى للنزل كان استقبال طيب. واحنا كتوانسة بكل صراحة نقولوها، نحسوا روحنا في تونس هنا مانيش في الجزائر. السيد بوناضور إبراهيم رئيس الرابطة الجهوية لكرة اليد ومدير تنظيم الدورة سارة باباهون الرابعة والعشرون. بالمناسبة هذه الدورة يعني أنا جد مسرور، لأن وصلنا الوفود اللي كنا استدعيناهم وهما الفريق القومي التونسي والفريق القومي المصري، وجميع الضيوف وصلوا والحمد لله هما في إقامة جيدة.